أعتقد أن هناك تأثيراً جانبياً معقداً للتغلب على الشر، حيث أننا قد تغيرنا به إلى الأبد. أعتقد أنه بعد أن استوعبنا بعضاً من قسوة العالم، يستغرق الأمر سنوات من حياتنا، ولكنه يمنحنا أيضاً حكمة والقليل من النعمة. ونأمل أن يكون هناك شعور بالتعاطف. آدم راب. هناك العديد من الخطوات للتغلب على القسوة. هناك شفاء للجسد والعقل والقلب. شفاء القلب هو رفع الأثقال، إنه يتضمن رؤية القسوة كما هي حقا. وعادة ما تكون ضحايا القسوة أنفسهم. قد يساعد غرس الصفح الرحيم للأشرار في علاجهم، لكنه سيساعد بالتأكيد على شفائنا. كلمة طيبة يمكن أن تصلح العالم.